الآن نأخذ موضوع جديد. كان الدخل كان 100، سلامات، حالك يا خال؟ تشرب؟ هلا هلا. تشرب يعني؟ كيف الوضع؟ والله تمام. كان 100. صار 150، والاستهلاك كان نقول 80، صار 110، والادخار الآن المطلوب أكمل الجدول، أوجد الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار، الميل الحادي للاستهلاك والميل الحد للادخار والمضاعف. الآن أكمل الجدول، بنكمل الجدول. 100 راحت 80 للاستهلاك، بضل 20 للادخار. 150 راح 110 للاستهلاك، بضل 40 للادخار. الآن الميل المتوسط للاستهلاك نسميه عند الدخل الأول. الميل الأول المتوسط للاستهلاك عند الدخل الأول، يعني عند بيانات الدخل الأول، هذا الأول وهذا الثاني، بيساوي الاستهلاك تقسيم الدخل. الميل المتوسط للاستهلاك بيساوي الاستهلاك اللي هو 80 تقسيم الدخل، ويساوي 80%. تمام. الميل المتوسط للادخار عند الدخل الأول عبارة عن الادخار 20 تقسيم الدخل الأول 100، ويساوي 20%. يعني لو جمعتهم مع بعض بيطلعوا واحد صحيح. لو قال لي بده مثلا الميل المتوسط للادخار عند الدخل الثاني، هنا هاي باخذ بيانات الدخل الثاني، بقول بيانات الادخار 80 على 150. تمام. الآن الميل الحادي للاستهلاك بساوي، الميل الحادي للاستهلاك بساوي التغير في الاستهلاك من 80 ل 110، كم تغير؟ 30. والتغير في الدخل من 100 ل 150 تغير 50. هنا قديش تغير الاستهلاك؟ هاي التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل يساوي التغير في الاستهلاك كم من 80 ل 110؟ 30. والتغير في الدخل 50. 30 على 50 60%. الميل الحد للادخار، التغير في الادخار على التغير في الدخل، ويساوي التغير في الادخار كم تغير الادخار من 20 ل 40؟ تغير 20. وتغير في الدخل من 100 ل 150 تغير 50، يساوي 40%. برضه لو جمعنا هذول الاثنين مع بعض بيطلع واحد. الآن المضاعف بيساوي واحد على واحد على واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك، هو موجود المضاعف صفحة حسب سؤالنا، واحد على واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك كم طلع عندي؟ 60%، يعني 6 من 10، يساوي واحد على واحد ناقص 6 من 10، 4 من 10، يساوي تمام. الآن لو بديش أحل بالطريقة هذه، واحد على واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك، واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك هو الميل الحدي للادخار، إذا حابب تحل بالطريقة الثانية، يعني واحد على الميل الحدي للادخار يساوي واحد، الميل الحدي للادخار 40%. تمام. أعتقد بيطلع 2.5.